طبعا اليوم راح اسوي لكم تمن ابيض. راح انت الزيت بالجدر ينحط خليل. تمن عمل عبدك كان موهبه واحنا اكتشفناها. اي صب خلصني. معجن لازق صاير كبه، شايفين هاي مال الكبه هي. أنا مو قلت لكم موسيقى هادئة كلاسيكية؟ هاي الموسيقى الهادئة الكلاسيكية؟ أنا أعلمكم. أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، حلقة جديدة من برنامجنا نجوم على نار. سابقاً قلت لكم أنا كل شيء ما أعتاز لأن دا أطبخ بمطابخ طراز. اليوم حلقتنا حلقة شبابية، خلطة شبابية. جبت لكم فاترين من نجوم الشباب، باوع واستنقي وأخذ كل شيء تلقون، نجومية، وسامة، طلة، كامل مواصفات. أنا اليوم كلش متحمس لهذه الحلقة، وراح أبدأ بتقديم الفريق الأزرق. نجمتنا بهذا الفريق طويلة 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 كلش طويلة، ما عدها قلب 24 ساعة تضحك. اشتهرت بسكتشات المشاكل الزوجية وأتقنتها إلى درجة أقول المسكين اللي راح يأخذها. أما نجمنا بهذا الفريق كامل مواصفات، وسامة، حشاش، فيكة، أنيق، كل المواصفات الإيجابية بي، وعنده موهبة جدا مهمة أنتم تعرفوها، سايق مخدة. نعم، يعني عنده استعداد يخفى بمعركة والقصف بشتغل. نجومنا بهذه الحلقة ريهام البياتي ومحمد أياد. حلو المعاني ومرحبا. انتم مال هذا اللعب قولوا لنا، نروح نلعب دعابل، نحفر لنا حفرتين ونلعب. والله قلت لها بس يا ما تعرف تلعب دعابل. بس التقديمه مالتي حلوه، عجبتك مساك؟ طبعا تجنن. يعني انت قدمتنا على انه انا نايم، مو لا قلت وسيم وانيم وبعدين نايم. اي لا لا لا، شوف باوع لا تحاول تتهمني، انا قلت عنده موهبه ثانيه. اي شنو؟ انه سايق مخده وعندك استعداد تنام حتى لو معركه مشتغله واكو قصف. بشرفك، هاي حقيقه ولا مو حقيقه؟ لا كله كذب. اه والله، يعني انت مو سايق مخده؟ اقدر اخذ لي غفوه؟ يعني انا محشي كذب طويله طويله، بس بالاخير قلت الله يساعد اللي ياخذ. من عرفت انا وريهام فريق واحد كانت رده فعلي يعني كلش فرحت، لان يعني ريهام صديقتي قبل كل شيء، وشوية خفت لأن قلت خافت تطيني الخلطة غلط، فشوية تخوفت. من عرفت أنا ومحمد أياد بنفس الفريق كلش فرحت، بس كنت خايفة إنه خاف ما يعرف يطبخ. أنا جدا ممنون إنه أنتوا لبيتوا الدعوة لهذا اليوم، برغم إن أنتوا يعني ولد الولاية. لا بالعكس، أوكي حنستمتع. بس أنا كلش يعني متحمس لهاي الحلقة، لأن كل النجوم بهاي الحلقة هم كيوت شباب ومحبوبين، فمتحمس لها جدا. محمد، شنو العمل اللي انت تحس هو هذا سبب نجومية محمد؟ يعني الأعمال هواية هي صارت، بس نقطة التحول انت تحسها يعني؟
نقطة التحول هي كانت سوى أنا وياك يعني عمل زيدان مليان مليان كلش أحبه والله أنا هم أحبه بس هو من كان زيدان بالعمل أنا يعني خربط المليان ها يعني أنت ورا هذا العمل حسيت إنه بالشارع بالكذا أي طبعا لمست إنه بدت يعني بدت رحلة النجومية الرائعة أنت رائع حبيبي ولاية بطيخ ولاية بطيخ من أهم المحطات اللي بحياتي طبعا المحطات الجاية بعد قيد التخطيط يعني ماكو على رمضان مثلا على رمضان لا ماكو ماكو شيء انت ما يعني معلومة ما اقدر اقول لكم اياها انه هو يعني قلق ونحش ويستنقي ويخاف ويركز هذن كلهن عند محمد اياد ابدا ما يعوف ولا وحده من عندهن طبعا انا جدا اشكر هذا حبيبي لا الحرص هذا شيء عظيم في دول عمرك كون اني ما اخذ خطوه الا افكر بيها طبعا صح لان هو شغلنا اصلا نحس انت تعرف هذا شيء لازم خطوه بعدين هي الناس نوعين اكيد طبعاً. يعني اكو شخص يتخذ قراراته ببطء وبحكمه ويفكر وكذا اكو شخص لا مغامر صح يحب يجرب شيء مثلي وهذا مو مدح هذا شويه تلميع شخصيتي مو اكثر رهام يا رهام يا رهام انت اول محطه ولا بطيخ اكيد أوكي. الاساس اول مره طلعتي للشارع وحسيت الناس تعرفك وتاخذي الصور شنو كان شعورك شعور حلو يعني شعور ما ينوصف اي صراحه ما ينوصف يعني حاولي هو يعني ما ادري ما اقدر اوصفه خجل على على قوه على يعني فتشي غريب هو مخفف يعني ممكن هو شعور بالنشوه يعني هذا اي فنان يحسه وما ينسى اول معجب يطق يا صوره صدق صدق انت شنو كان شعورك انا ما انسى اول معجب مستحيل يعني ولا واحد اخذ وياي صوره هو بزيدان ورا زيدان بالمول دا قلباني بالتيشيرتات كان يقول لي خصاف خصاف النوم يعني عرفك بالله وضاعت اصلا يعني قلت اكيد مخربط يعني قال لي بس ممكن اخذ صوره وياك واخذ ما انسى يعني لحد ما انسى شكله اكو كم سؤال على الطبخ بما انه احنا زين برنامج طبخ اوكي انت وصلت يعني انا وصلت انا متاكد تواصل من زمان انا يعني. واصل من زمان بس الناس ما تعرف طبعا تعرفكم على حقيقتكم بيت شاطره اسال اسال شنو علاقتك بالطبخ كلش مو زينه انا احب الثقه اللي عندك ابد محمد لا لا اعرف اعرف اسوي شاي بيض لا هذا مو طبخ لا هذا مو طبخ مو طبخ اوكي مقسمها ثلاث مراحل زين جماعة البيض والطماطة تقلاو هذولا ذولا أقل شيء المرحلة الأولى اللي واصلين تمن ومرقة هذولا المرحلة الثانية اللي دولما وبرياني وهاي الأشياء هذولا الوحش الأخير لا أني الوحش الأخير يمك منها سأعترف المرحلة الأولى أعترف لك أنا حبك ردت أقول وما قلت بس لا أسوي مخلمة تجنن يعني لا أي بزونة بزونة تسوي مخلمة جنن يعني هذا مو لا 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 تعال 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 أكو أمل بالمناسبة كل اللي ما يعرفون يطبخون بالبرنامج هم غلبوا هذا ما أعرف حظ المبتدئ والله ما يطلع كلهم طيب ويطلع كلهم طيب هسه أقول لك نفسهم تطلع طيبة كلش أنت الوحش الأخير طبعا أكيد شو ما شفنا من لا دوما لا برياني ما عندي وقت ها شباب قد يوم طبع علينا بجدر كاسه بايركس لا ما نتعود احنا اول اوردر راح نصرب ولا تبطيخ جدر دوما من رهام جدر كبير اوكي تمام بدون مساعده امك لا اكيد انا هيك لا انا ما عندي هذا الغش اوكي عبودي راح يكون مرافق وياك بالمطبخ زين خاطر يشرف على العمليه وياكل نص الجدر قبل ما يصل بس دولما ما تكفي برياني دولما برياني بس دولما برياني هذا شو تريد مو زين راح حق اسويه خليني تشويهن سهل اوكي احنا نجيب شغلات خارجيه طبعا لازم نسوي حوادث في المطبخ اي احكي لي اقوى حادث مسوي يعني مره نسيت الشاي احترق بعدنا مستمرين انه الشعب العراقي اكثر شعب يحرق قواري بالكره الارضيه مو انا احط له انا احط له وقت يعني اعرف من يقلب ايه نصي يعني لا من يقلب يعني خلاص انتهى اي بس انا بس انا هيك طفي اي بس انا اقلب بس بالتليفون يعني ونسيته هو يقلب واحترق وما صارت له شاره ونذب الزبد لا يعني تخيل قد ما فاير وقع المي على هذا وهو مطفي في الغاز يعني انت كان فجرت البيت حبوي ممكن ايه ممكن هذا محمد هادئ وما عنده مشاكل نهائيا فلهذا السبب حوادث بالمطبخ من كنت طفله بالمتوسط
يعني اول متوسط نسيت الدهن على النار والدهن تعرفه من يحترق فصار قبت نار ثاني نسيته يعني اصلا حرقت المطبخ اخوان رهام حرقت المطبخ شنو تسني ساور بالبيت حلو طفينا يعني طفيت الحمد لله وما حد درى وهذا بس ريحه البيت صارت زين من طبوا ما اسالكم عن ريحه شنو لا مو جو بالليل يعني بالليل. خلصت تحت الشبابيك ريحه قليل اي عطر بخور بخور اكلتك المفضله يعني هاي تنحط على السفره بعد ماكو اكل ينشاف اقدر اختار اثنين حتى بهاي قلق لك حتى بهاي واذا كل شيء احبهن يعني يلا اوكي اثنين مرق يعني مرق احب اي السبيناخ والبامي ما اقدر انت نص صديقي ونص مو صديقي انا ما اكل بامي بس انا باباي بطل عالم بالسبيناخ السبيناخ يعني بالشتاء صوبه شويه دبس شويه تم الابيض أكلتك المفضلة؟ سلطة ومقبلات. هاي ويا الرجيم قبل الرجيم. قبل الرجيم. لا لا. ها طبعاً 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 تقعد بالبيت وتحط الصينية بالقاع وتشاريب. زين. لا لا لا. من كنت أقول لك؟ حلا كله كنت أكل. تحبين الحلا؟ إي كنت كله حلا. يعني تحبيني؟ كله حلا. بس السلطة عندي شيء أساسي. كل مكان. إحنا مو وحدنا. أكو فريق ثاني. فريق الأحمر ولازم نستقبله. يلا. هذا الفريق النجمة بي حلوة بالزف. موهوبة بالزف طويلة بالزف أنيقة بالزف بالموسم الأول خلصت هوا بغداد كله بنفس واحد لهلوبة شاطرة دمها يلعب أما النجم فهو أنيق جدا فيك جدا يا أخي تحس البطولة مفصلة إلى تفصال جان راقي بس عنده مشكلة واحدة قلق يعني عنده استعداد اليوم يلزم المعجون ويلزم الزيت يحقق وياهم وذا مقتنع يقلل بوتيتا بدهن غريز النجوم ويانا اليوم النجمة زهراء بن ميم والنجم خليل فاضل خليل وانا هذا اللي يريد يطبخ واللي يريد يتحدى واللي يريد ويريد دليني شوفيني على كيفك تعال نشوف هذا عصبي عصبي قوي ولا افرغ من جيب الورا اليسرى هذا ما حد يستعمله نهائيا وكلش ملاقتنا هاي مال وينه وهذه ملاقه لل شجعة يا اخي شجعة انت رجال انت عمر الشريف عمر الشريف يد على العالم التوثيه يعني يشيد بي قدامك ايه شجعة شويه اي مباوع انت بالتمثيل مكشوف شربك محمد خليها سكتك باوع انت انت بالتمثيل مو بس اشيد مو بس هاي يعني هوايه زامط بيك هوايه كلش شامت ويا الشمات بيدك تفنن الله بس مال توتيه وعركه وهاي اي صح هذا يعني الموضوع بعيد ام السبعه ولا ام السته ولا ام الخمسه ولا ام اي شيء ولا ام الياي ولا ام الالف زين ام احمد انت ام الكيوت زين اما انت حلوه بالزف اي كله بالزف اي لا مو قلت يعني الهلوبه وشاطره ودمها يلعب هذا فريقكم الخصم لما عرفت انا وزهراء فريق واحد شلت هم بس مو هوايه يعني قلت يعني يا رب ان شاء الله انجح بالطبخه لان اني فريد من نوعي بالطبخه و الله كريم من عرفت انه انا وخليل بفريق واحد فرحانة بيك كلش كممثل بس شوية متخوفة كطباخ الله يستر خليل فاضل خليل أبوك حبيب قلبي ألف رحمة على روحه فاضل خليل هذا الاسم شنو كانت إيجابياته عليك كممثل بالوسط وشنو سلبياته يعني إذا تريد تصير سلبية فشنو تصير سلبية من الضعيف اللي يريد أن يحاول يفكر ينتقص منك ها خليل فاضل خليل أبو ما أدري شنو أبو المدرس أبو المعاون لو ما أبو ما يصير أبو صار كلهن واني بكلهن البيهن زين شنو المشكلة؟ فشنو المشكلة؟ أنت أول ظهور هو اللي العمل اللي اشتغلتي ويا بيت أبو خمرة صح يعني هو هوا بغداد زين بتونس ما كان اكو اي محاوله فنيه؟ لا سي انا اشتغلت بتونس، انا كنت بتونس بمجال الانتاج سابقا صار لي تقريبا 12 سنه. اول مسلسل سويته بسنه 2017 الدوامه.
وراها ب 2018 جيت لبغداد و 2019 سويت زين. هي شلون انت شلون صار اختيارك؟ شلون اجيت لبغداد؟ انا اجيت بغداد بعيدا عن العمل والمسلسل تماما، انا جيت حتى قبل ابو خمره ما يوصلون بغداد. جيت بعد غياب 14 سنه عن بغداد ومشتاقه ودا اشوف الاهل واكمل كم ورقه عندي وكذا وهيك تفاصيل. كم ورقه؟ لا ورقه اداريه. كم ورقه اداريه؟ لا يروح بالك. كم ورقه قلنا ان نضع مصلحه اليوم. خليل، اول عمل انت تحس به هو هذا انتقاله لك يعني؟ 18. لا ما شان ها هو العمل طبعاً. أنا طبعاً أتذكر هذا العمل كلش أحبه طبعاً. عندي أسئلة عن الطبخ لأن إحنا برنامج طبخ أوكي، وأنا تقريباً حاس أو أعرف بعض الإجابات بس إحنا نريد الجمهور يعرف. شنو علاقتك بالطبخ؟ تعرف أقصد يعني سولف. أنا أبي بالطبخ خلاص. أنا ما راح هذا تصريحك كافي يعني عيب في عمره. هنا راح يبين خلاص علاقتك بالطبخ. لا انا علاقتي طيبه وياك. تونسي ولا عراقي؟ تونسي عراقي وسوري. حوادث عندك بالمطبخ؟ يعني شنو مثلا؟ حارق جدر، مخرب اكله، حارق المطبخ؟ ابد. ملح سكر ما خربطت بيناتهم ولا شو صار؟ انا يلا بقى يلا بقى كذبت كذبت جاك روحي جاك روحي. لا لا ابدا ابدا. لا لا. اكلتك المفضله؟ احب الكبه. شو اسمها؟ جريش. لا لا جريش جريش. كبه جريش. حلب 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 تمن. تمن ولك حلب تمن. هاي صريشه صفراء احب هاي. هاي بالمرقه شهيتني قلتها خبلها شوي حسيت فيها ريح طلعت من نص قلبك طفرت من المعوني. تتقلع تتقلع كبه حلب والكباب طاوه عروض. الله انا لاني اكلتي من شوي. اوكي شباب شيفنا قولوا له خلينا نقضي لنا شيء يعني جعت. كرافسات هاي الصينيه البغداديه كنا نحبها. لا طقطق علينا. اوكي بالله احب ذني. اكلتك المفضله؟ اكلتي المفضله بتونس طاجين. بالعراق احب الفلافل العراقيه. وسوريا احب حرق اصبعه. محروق اصبع نفسه اللي عندنا في الريد فيك. حرق اصبعه هو محروق اصبعه. هو اسمه حرق اصبعه. لا لا يختلف. أي. طبعا محروق اصبعه يعني هو اصلا محروق اصبعه جاي محروق. هذا هو هو يحرق اصبعه. ذاك سلف طبعا ذاك سلف هو يجي يحرق اصبعه. حرق اصبعه معادينه كلش. شوف انت اليوم لازم تكون بالنص. انا بالنص فعلا عدن. وين؟ ايوه راح اشرح لكم. راح اشرح لكم اللعبه خلاص. انا تعبت من الكذب والهمبله اللي صارت. زين اوكي احنا لعبتنا لعبه طبخ. يلا بس مختلفه شويه. مو البنات اللي راح يطبخون، الشباب. اكو غرفه وراكم معزوله من الصوت. انداروا انداروا شو ايوه المينيكير والبيديكير ما يروح. راح يصير ريحه طبخ. يلا عدي عطر عود رشدك. هاي الغرفه شوفوها بس نلقي عليها نظره بسيطه. هاي معزوله من الصوت. للي جوه يسمع احنا ايش نقول ولا احنا نسمع هو جوه ايش يقول. بالبدايه الشباب راح يتجهون لهاي الغرفه وراح يجي الشيف مالتنا شيف عمر يقول لنا شنو اكله اليوم اللي كنا حقيقه ما نعرفها وشنو مقاديرها وطريقه عملها. اوكي ورا ما يشرح لهم الشباب راح يجون يمي والبنات راح يروحون وين؟ بالغرف. راح نجهزكم باير بيس. انت تسمعها هي ما تسمعك بس مسموح الاشاره بيناتكم او تراويها جدر هذا ممكن. هي راح تعلمك وتشرح لك شلون تسوي الطبخه. زين يعني ما احنا نطبخ بو. نعم بايدك. كارثه. الله يستر. اتجه للغرف. يلا محمد خايف. يلا حبايب نتجه للغرف. رجاء يلا انا اترخص. لا 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 ماكو خوف ماكو خوف. لا لا تخاف. حاطين جماعه بالباب. عندنا جماعه نهزمه ندري. يلا علي بظهرك. لا تعال عيني تعال هنا ظهره. وين تعال في مكانه وانت تعال هنا تعال هنا. لا عاد شلون حيشرح لكم وين. قبل التحدي يعني اتوقع راح نخسر لان انا مو كلش خوش طباخ. قبل لا يبدي التحدي اتوقع نفوز. قبل التحدي ادعي انه نفوز يا رب. قبل ما يبدي التحدي اتوقع نفوز. اللي راح نسويه هسه شنو؟ نروح فاصل ونرجع وياكم انتظرونا. ما
ورجعنا معاكم من الفاصل ووصلنا لمرحلة جدا مهمة اللي هي الشيف راح يشرح للبنات شنو الأكلة مع اليوم. ممنوع أي ورقة ينكتب بها شيء، ممنوع نوت على الموبايل، أصلا حناخذ منهم الموبايل. وتفضل شيف عمر تعال، الله يساعد قلبك. شلون اثنين راح تشرح لهم. مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا. أخباركم؟ إن شاء الله. نعم شيف بالعراق. نعم حتى منك. أي نعم يعني. أنا عم عباس تذكره. أنا عم عباس الناصر كان عميل المعهد مالتنا. يعني أني مضغوط من عندي. أوكي أنا رجال مضغوط. أنا أعلن انضغاطي. خلنا نحكي الأكلة. ها؟ خلنا نحكي الأكلة كافي انضغاط. ما يسمعوك لين طويل. حاول شكله متعقد من طولك. بالضبط. صح. هيك شوي انزل واحكي لهم خطي خي يسمعوك. شفت شلون تحكي؟ هو أحلى شيء بيها هاي مال تحكي العراقي بالأكسنت التونسي. ما أدري شلون هاي. المهم كاري دجاج وتمن. اوكي كاري دجاج. كاري دجاج مواد حتكون هنا جاهزة. حلو كل المواد جاهزة. اوكي قطع بس الطريقة كالآتي: بصل، بعدين الدجاج، بعدين الجزر، بعدين البوتيتا. اوكي بعدين نضيف البهارات. تمام. اوكي البهارات حتكون محددة. اوكي كل هذا مثل التشريب. كاري مو يعني مو اكثر نوع من انواع المرقه. لا 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 كاري كاري كاري. دقيق هسه كمل حتعرف انه اكو فرق بينه وبين التشريب. هسه حمسنا البصل، حمسنا الدجاج، بعدين الجزر، بعدين البوتيتا، نحمسهم، نخلي البهارات مال الكاري. اوكي هم نحمسهم شويه. طيب. ندير المي. اوكي ماشي درنا المي عليه. من يستوي هذا ما يطول مثل تشريب الدجاج لأن هذا مسحوب من العظم صدر دجاج فقط. راح تلقون أكو كاسة بها نشا مخلوط بالماء هذا بالأخير بس شوية يثقل بيه الصلصة مو كله يديره شوية لازم يدير شوية. ليش مو كريم فريش أطيب؟ هم حتلقين كريم فريش. أوكي كريم فريش أطيب. كريم فريش ما يثخن. كريم فريش ورد بس ما تحطيه بالطبخ راح يخشوق. فانا قلت تخلين تشوفين قليل لحد ما يثخن الصلصه تثخن. يلا خليل قاعد هناك بالروح. خليل محمد علاء. المهم اوكي مفهومه. والتمن التمن ابيض. التقديم راح يكون بماعون واحد. اوكي كاسه نحط بها التمن نقلبها اوكي بعدين كاري خلي حيكون بألوان الجزر. طبعا اكو صحن مال التقديم راح نحطه هنا يعني مو يجيب من جوا يعني احنا محددين يعني محددين الصحن اللي يقدم به والتقديم عليه درجه مثل ما على الطعم. محمد اي لا ما راح ادبروها. ماكو مجال مفهوم الكاري. مفهوم الكاري لو ما كانش حد يقوله نقلب هاي الحلقه نقلبها احنا نطبخ على الاقل حتى تاكل الاكل بس يجهز. زين بشرفكم نقلبها ونطلع كلنا نتغدى برا اكل يخبر ونقعد وناس تخدمنا ولا نتعب ورا بس. اوكي بس شنو قدامك؟ كامل مفيد. اي افتهمتوا لو عندكم بعد سؤال؟ لا تمام انا دان. انا كله تمام. يلا تمام. هو تلحون على يده ثقيله يعني خوف. تفضل تفضل شيف. شكرا لك شيف ميرسي. طويلة طويلة طويلة. هلا هسه افتهمنا الأكلة. ما عندكم عذر. سألنا هذا يعيد لكم مرتو. قلتوا انتم مسيطرين. تمام يا شباب هيا بنا تعال. مسيطرين بس هم شلون؟ يلا يعني انتم روحوا الغرف بمكانهم. يلا التقيكم بعد الفاصل. روحوا يلا. هسه البنات عرفون الاكل شنو؟ واحنا حنروح لاصعب مرحله هي الطبخ. هي مرحله الطبخ بس قبلها لازم شو تسوي؟ سد ذانك سد 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 سد. وصلنا الاهم فقره حلقتنا الطبخ. هواي تصريحات صارت، هواي حكي انقال. هسه راح نعرف الحكي الصح
من الغلط كذب من الصدق، الفايز من الخسران. ده حسك حماس، اكو اندفاع، اكو سكاكين. راح ابدا بالعد التنازلي مالتي، وراها يبدا هذا العداد اللي هو 30 دقيقة الوقت مال الطبخ، وقت المباراة. وراح نبلش ونقول 5 4 3 2 1 ابدا. محمد بتسمعني؟ اي شنو هسه احكي؟ بابا عندنا اكلة كاري بالدجاج. اوكي. اول شيء خلينا نطبخ التمن. ايه عجيب. يعني يحتاج لوقت للتحضير. زين. الجدر، شعل النار، عرف التمن، عرف التمن اللي عندك، شعل النار. بسرعة، شعل النار، حط شوية زيت. حط شوية زيت. هذا الزيت، جيب الزيت، راح الزيت، جيب الزيت، الزيت مو بالمطبخ، لك الزيت بطل زيت 5000 يابا. لا راح شنو؟ الزيت بالجدر ينحط خليل. دحتي روح للجدر. اروح للجدر؟ جدر، حط الزيت بالجدر شوية بعد. بس يلا حط التمن. هو يحط الزيت، خلي البصل أول شي. شغلت النار؟ شغل النار شوية، خلي ياخذ حرارة الزيت. ها وين 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 ليش هنا؟ ويقول لك هسه شنو بعد؟ شغل النار. يقولها شنو؟ هو حط الزيت بدون ما يعلق النار. هو محمد عنده براءة اختراع، راح يخترع الطبخ بالطاقة الشمسية. حرك بس التمن. على كيفك على كيفك على كيفك. محمد تقول ما اعرف مو؟ والله ما اعرف. لو قاعد راح على عد اسمعها. بتعلمني غير تعلمني. فوق التمن بشوية. انا شايفه منهم ويتغرق التمن بس. اسمعني. اي متحمسه اول مره بعدين تحط له مي. هسه عبي مي. هسه شنو؟ مي. وين؟ مي. عبي مي. هذا البصل كاتني يا عمه، ادوش قد احبه وده كلمه. انت شلون عمتي لي ما ثرمتي روحي كلها يمه. لك وين الزيت؟ راح الزيت. كافي 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 محمد، تموت على الزيت. اوكي خليه على النار. وين التمن؟ التمن منقعي؟ خلاص خلاص، اول ما يبدا يغلي المي النار. خليل اول ما يبدا المي يغلي تخفف النار على الاخر. طبعا اليوم راح اسوي لكم تمن ابيض. محمد اول ما يحترق الدهن، بتسمعني محمد؟ ايه. من يحترق الدهن تحط التمن. اوكي. كل البصل؟ حط البصل. كل البصل؟ كله. اه شنو هاي؟ يلا. محمد دي يشتغل اعلام، يطقطق بالجدور هواي، يسوي اصوات، يعني شوف وين دا يشتغل وما يعرف بالاخير اكو حكم واكو طعم. بدا يغلي؟ خليه اول ما يبدا يفور تنص النار على الاخر. ها شلون شكل البصل دا يصير؟ مو معقول انه صار بهالسهولة. احترق الدهن مال التمن؟ لا خلي التمن على الاخر. انا اقول لكم المسكين اللي راح ياخذها البصل بدا يتقلل ولا لا؟ اجداد ابا بدا يساعدها بالطبخ لعبه كبيره. لك باع النار، باع الشغل. نسمع عليك يا ابو جاسم. الله عليك يا ابو جاسم. بعد ما كامل اول 5 دقائق بالوقت راح تنتهي. اول 5 دقائق بالوقت راح تنتهي يا شباب. محمد تعال النار، تعال النار. اي ملح نار. هاي عندك بهارات مال الطبخه وهناك عندك بهارات اضافيه. عينك ميزانك محمد. بعد ما يبدا يتقلى شويه يبدا لونه يتغير، حط الدجاج. لا تقلدني الدجاج. راح تسوي لا تقلدني الدجاج. مو هسه، خلي اول شيء يذبل البصل. ايش في الدجاج؟ سويت بينا او ايش سويت بينا؟ الكاسه اللي خليت بيها التمن، الكاسه اللي كان بيها التمن على اساسها تحط المي، يعني بقدها. روح حط مي. اوكي. انت تسمعني زين خليل؟ هذا هذا. خفف عليه النار على الاخر، خفف النار على الاخر. يلا غطي، غطي زين، غطي زين حتى يتهدر زين، غطي زين. اي، البصل شنو وضعه؟ بدا يعني يطلع هذا. اي خليه يذبل شوية بس،
خليه يبدا. حط الطاوة جوا، حط الطاوة جوا، حط الطاوة جوا. ها؟ نزل الطاوة، نزلها نزلها. البصل البصل، خلي الصدر فوقها. خلي الصدر فوقها، صدر الدجاج. خليه اسمعني، لا ترفع الطاوة، خليها بمكانها. وحرك الطاوة، لا ترفعها، خليها بمكان، لا خليها بمكانها وحرك بالخشوق اللي في ايدك. دا هاي؟ بايدك حرك. فوالا. كاري كاري انا 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 كاري بلي بلي الاسمر هلا هلا حيوان. تم ديشه في المي ماله. وراها شنو الموجود؟ بهارات. اي تظل تقلب تقلب تقلب. ها تحط المي. ها تحط المي يا ول. تخلي من كاسه مي اعوف. لا 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 لا, لا. ليش؟ أنا بعد ما أخرب عليكم. هذا الزيت بنص عيني نزل. 43 42 41 40 39 38 أول 10 دقائق راح تخلص. ويبقى عندنا 20 دقيقة بس. 20 دقيقة بس. طبعا اليوم أصدقائي راح أسويكم أكلة تجنن، كاري وتمن أبيض، يعني تمن أبيض وكاري. تنتظرون ترقبوني. طبعا هاي البوتيته حطيناها ويا الدجاج، ومرات الدجاج بنحط ويا البوتيته يعني عادي ما يصير تخربطون. هذاك الصغير الاسود اللي هناك. هذا يمي يمي يمي. اي هذا حط منه خاشقتين صغار. ارجع للخاشقه مال الملح. اي خاشقه الملح خلي ركز وياي. اي حط خاشقتين كاري. بس شوف لي التمن 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 محمد، اهم شيء يخلص مي عمود نهديه. باوعني ركز وياي، ما عليك بأحد، ركز وياي. على الصوت محمد، على الصوت. دير بالك من اول. هذا دهيشة فاضي. قلبه قلبه مو كتبتني. حط مو مو التمن. حسن عزك على الصدر. اي ترقبوا اصدقائي، اصدقائي ترقبوا تشوفون الحركات. نزل ايدك، نزل ايدك، غطي غطي الدجاج كله بالماي. كله 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 كاري 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 والله قلت. غطى له بعد، حط الملح، اتغطى له بعد الدجاج. ها؟ اتغطى بالمي؟ كاري كاري انا 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 كاري بلي بلي ولا الاسمر ولا ولا حيران. البطل المالي امان امان. اي ممثلين كوميديين شبكتوا، ايش شو تسوي؟ تدري شارد منك؟ حط خاشوقة نشا والكريمة اليمك كلها. اوكي، وين؟ محمد راح خليك غطي الدجاج. اي تغطى. غطيه بال غطيه بالغطا. ها؟ شوف غطا مال الجدر غطيه. الطاوة ما تقطع، عالترابي شرفك. شكرا شيفنا، شكرا. الشيف 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 مو من المطبخ، الشيف حزو تاريخ ابوي. اوكي. قبغ؟ اي ماكو. هم بالانجاز دور على القبغ. انا الحقيقه ما مصدق بنفسي. ماكو يعني قبغ ما طاوة. شقاق مبين. بعد كله بالبيت اطبخ. اي بعد كله طبخ. اصدقائي عشان المشاهدين راح تشوفون كاري وتمن وتمن وكاري. لك 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 جيب لك جيب الوسطه، جيب خلينا نقلب. جيب شنو؟ انه اخذنا التمن نشف. ذوقه ذوقه استوى ولا لا ذوقه؟ اذوق التمن؟ ذوقه اي؟ انشو حلقي هسه. ذوقه اكل. اي استوى؟ شويه. لعد اذا ما مستوي؟ يعني شويه بعد له. زيد نقطة مي، نقطة مي. ملح؟ لا لا، مي. مي. باوعني. لا تقلبها من النار. خليل. خليل راح يجلطني اليوم، خليل راح يجلطني. خلي محمد دي. بس بس بس. بس دان تمام. حركة زين حركة حرك حرك ابو الصوت انا اعلمك بسيطة حرك. نص الوقت راح. 3 2 1 15 دقيقة فقط. اخذ المعون الاحمر. هاي انا راح صوت اليوم من وراه. شغلي؟ بق 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 بق. انا خلصت، محتاج شيء؟ عاد اقدر احول يمك. خلي فاجئتني. خلي اذا ما راح اصبر راح تخسر. راح اخسر. حط بالسكينه. ويا خلي ويا اذا يطلع الاكل مو طيب. ايش راح اسوي بيك؟
نصيها. حتى هاي صغيرة نصيها. ها؟ عالية. بعد شنو هسه؟ راح صوت اليوم من وراك. خليه يفور. خليه يتحرك الدجاج. تسمعني هسه؟ اي. يلا، حرك الدجاج كلش زين. ضوق التمن، ضوق التمن إذا مستوي أو لا. ركز وياي يا عوف، عوف ترى عوف يخفف عليك. ضوق التمن. خليه. ضوق التمن. عطت وياه. أوخر من يمي. أها. مستوي لا. يخبر. شو يغلي؟ بق 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 بق. باوع. باوع علي، باوع علي. أنا أكل أنا وياك. أكثر واحد صور. باوع علي. خلي بعد نشي. شيل مال التمن. حطها هناك. لا شيلها حطها هناك. اوديه؟ اي ما نريدها. عوفها. شيل مال التمن، مال التمن الابيض حطها هناك. شيل الزيت. اعصرهن اثنيناتهن الليمونات النصين. محمد ديزق الكاونتر، اوكي؟ الليمونه كلها اعصرها النصين. اي اعصرها. اي اي حرقت اعصابي خليل. ثلاثه. يا الله والله انت راح تموتني. او بشرفك لا تخاف. لا شاعك والله. قبقه فخين. فخين. اه راح تخلص العشر دقائق الثانيه يا شباب. العشر دقائق الثانيه راح تخلص. تمن شنو؟ وين؟ شنو تمن؟ راح يعترق. ما ادري ايش راح يصير بيه. مو طبيعي. ايش بيه يعني مريض؟ ما ادري والله ما ادري. باع وهذا بابا هذا عنبر هو يصير هيك. هذا مو بسمتي. اي بس نايم هيك نايم. لا قلبي كل شيء ما فيه. طمنك يا الف رحمه على والديك. الله الله استمر ريحه. صدق؟ اعزائي المشاهدين اليوم تمن وكاري. البوتيتا بعدها. انتظرها انتظرها انتظرها. خلاص يا العالم من هناك. اكيد البوتيتا بعدها. بعدهم مو مخلصين. راحت اليوم تحاولون يمي. اقول لك باوعني. يوم كنا نتغدى يمك حبوبي. صدق؟ خليل شو النفسيه؟ اكو استاذ اوس فاضل ممكن تسعدنا على نفسيه محمد اياد دقيقه واحده. هاي كاميرا هاي كاميرتك. شو النفسيه؟ بسرعه اجي. النفسيه عظيمه. الرجال طباخ بالفطره، كان موهبه واحنا اكتشفناها. مستوي؟ نعم نعم. متاكد؟ اجا وراك عوز دير بالك. بالنسبه لوقتك اللي راح يخلص انت بعدك لاحظت كريمه لاحظت نشا. باوعني؟ مستوي التمن ذوقه مره اخيره، مستوي؟ تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، آخر عشر دقائق. إي 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 صب صب خلصني. معجن لازق صاير كبة، شايفين هاي مال الكبة؟ هي هيك. صدق يشبه مال كبة. حرارتي ارتفعت. هواية بعد بعد صب صب. حطلها مي شوية. باوع علي، طلع الكاسة. إي. طلع الكاسه. ماكو. مو هاي هسه راح يطوق كاسه. التمن هذا اللي بايدك اديره نزل. لا لا بعد وين؟ لا نزله بال اي نزله بعد بعد بعد. هسه تاخذ المعون الاحمر. ها اخذ المعون الاحمر. هاي انا محمد. لا 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 مو هاي هاي اي هاي الحمد لله. وين اراد الملح؟ انا صباقي الحمد لله. شو اعزائي المشاهدين كملت ويانا اول انا الشيف. خلط وحرك. انا هذا من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. حرك ذوق البطاطا. اذوق البتيتا. ايه ايوه بوتيتا. اقعد مدى ماكشي ماكشي دا اضحك شوي. عوف ذيك البوتيتا قديمه شيلها. اي حط بوتيتا جديده. وين الماعون؟ هذا الماعون متاكد نظيف؟ بس هيك خليه فوقه. باوع علي خلي الماعون فوقه. باع شلون يذوق؟ باع شلون يذوق؟ هيك لازم تذوق. حط راسك توقع. هاي هاي اها ذوق. اه ونبدي اذا خليها هنا ولا خليتها بحقي. بعدها غطي امها، قلت لك لازم تلقى غطا. بعد هاي الحلقه اذا هاي البنيه صاحي انا مو صاحي. اذا هاي البنيه عاقله انا مو عاقل. اقول لك ما يحكي بس يقشر علي الله اعلم. تمن اشوفه ذوقي ليش لا؟ طفر جد؟ بشرفك شلون؟ فاجأتني خليل فاجأتني. انا خلصت يا حبيبي. شوف خليل مي مي انا خلصت. محتاج شيء؟ عاد اقدر احول يمك. والله والله العظيم هذا التمن وصبيته صبيته. استوى الدجاج ولا لا؟ خاشوق نشا خاشوقتين نشا نشا
إيه؟ وين النشا؟ الزبدية شو اسمها هاي الكاسة الكاسة اللي يمك هاي إيه؟ حرك حرك النشا جوا النشا جوا شنو طبعا انا اهملت اتحركوا اكو حد حرك بالسكينة كملنا يا زمان خاشوقة ماكو خاشوقة رمينا نجيب ايش شوي خلي خاشوقة ترى مالك الخليل من ورا خليل ها حرك يلا بعد حرك يا ورد حرك دقيقة من هي الورد سعدية الورد شمشة يا ورد زين حط خاشوقة حط خاشوقتين أخلي زقاد آخر دقيقة ما لحقتوا نعم بل اسمع كلامي خاشوقة هاي اي اها نزل أم إيدك جوا أيضا صحيت برافو 51 50 49 48 45 44 ما ورطتي راح يخسر لانه ما صب الاكل خليل راح تخسر 37 لازم تصب بماعون حرك زين حرك زين حرك زين ما عليك بي ما عليك بي حرك زين حرك زين 29 28 راح يخلص الوقت خليل اذا ما راح تصب راح تخسر راح اخسر غير اصبها 22 صب خليل 22 راح تخسر 22 ثانيه 17 16 15 14 13 12 10 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شيل يدك طبعا فكره البرنامج كلش حلوه ويعني اني ما مر علي هيك قبل يعني اول مره اشتغل هيك تجربه كلش حلوه فكره البرنامج حلوه ما مشتغل شيء فكرة بصراحة يعني سابقا وبيها شغلة انه ممكن واحد يعني يفلت اعصابه ولازم قدام الكاميرا هو ممكن يفتعل شغلة انه هيك يسوي او هيك يسوي فهنا كلهن راح يفلتهن هواي انفعلت وهواي صيحت واعصابي انحرقت على ولا شيء هسه لو جايب هالصيح نتيجة بالعافية صراحة فكرة البرنامج مختلفة يعني حبيتها صراحة خليل سوى مصيبة قبل ما يطبخ التمن بدل ما يحط زيت بالجدر حطه فوق التمن وريد يحط التمن بالجدر أقيم محمد كطباخ نقول 7.5/10 خليل كطباخ آسفة خليل يعني أنت حباب لطيف بس 100/0 وصلنا الآخر مرحلة مرحلة التذوق كل واحد بيكم راح يذوق الطبق مال خصمه وما يعرف هذا طبقه لو طبق الخصم وبالأخير راح يجي شيف عمر هو يعطينا الحكم النهائي راح أبلش أني زين أذوقكم أوكي والله يا خليل والله يا خليل والله يا محمد والله والله يا زمن أنا ما أكسر قد الدنيا أنا ما أحكي طبختي أنت تحكي يلا غير يقعد رح يموتني رح يموتني في قطب نفسه طبعاً لا تذوق اللون نفسه الطعم نفسه لا إلا إذا أكلة ثانية بس طلعت طيبة بعد ما إيدك إيدك الله أنا قريب عليك هاي إيش تعتقدين خشوقة لا استلميها صح أي شنو سكنيها بعدين شوتي ما صرت شاطر هيك بالطبخ صرت لوتي هيك بالمطبخ اخي محمد ايدك ايدك حبيبي ايدك لا مو تغسل تاخذ الخاشوق هاي انطيني زين سير وين مالت الوجه طيبه اوكي هذا الطبق الاول عاشتي لك محمد اوكي هسه راح اعطيكم الطبق الثاني محمد يا قهوتك عزاوي بها المتيم واني ضقت شي طيب واني فالتني يا قهوتك عزاوي بها المتيم ايدك محمد اياد هذول يطلعون هاي ما طيبه بس لا مال محمد مال محمد مستحيل لا هسه انطوني الطبق الاول ولا الثاني شنو الطبق الاول اختار يعني هذا ايه 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 ايه. الطبق الاول طيب واني اختار اي الاول الاول تمام الاول هيك شبيه طعم طيب
بي طعم طيب؟ بنكهة؟ اي اي بنكهة بحموضة زهراء ايدك ايدك زهراء هاي هاي بس الثاني لا فاهي اي فاهم بين فاهم بس لا انت اوفي قلبك انا طبعا ممنون اللي هاي الطبخة بعد دائما اسويها بالبيت جنن اعزائي المشاهدين وين كان ايدك ايدك خليل ايدك خليل اوتش انا حسيت هاي هاي الخاشوقة يلا ذوق اكيد راح يعجبهم طبختي يا رب يا رب ما يروح تعبي وعياطي وصياحي هذا الطبق الاول اثنيناتكم تعلومي زهراء اعطيني ايدك هذا دير بالك دير بالك تتندفعين هذا الطبق الثاني يعني ايدك ايدك خليل لحظة أنا أخذ خلاه لا تجامل على حساب نفسك لا لا حتى لو ما تي طيب أقول وش مدري غير لا شو يلا زهراء وخليل انطوني صراحة الاثنين طيبين بس الثاني ناقص شوي ملح الثاني يعني هسه تختارين الأول لو الثاني أنا أقول الأول الأول إيه أطيب يعني ملحة أضبط وأنتي الأول إيه ملحة أضبط نشيل الأقنعة يا شباب كلكم اختاريتوا طبق محمد. برافو. ايش قلت لكم؟ شيفنا تفضل. برافو صراحة ملحة أضبط. قاعدة تقول لي خليل الشكل أهم. الشكل أهم. ما لكم علاقة الشيف يختار. الشيف راح يحدد؟ أوكي تمام. طبعا عندي خاشوقة إذا تريد. زيتنا. عبالي ذهب عذرك. يا الله ضميرك ضميرك شيء خلي الله بين عيونك وقرر حلفون الشيف لا ما عليها هو ما عليك بالشكل اهم شيء بتنتبه لي على الشكل لان انت اشتغل ما لك علاقه هاي يصير هيك يعني شلون هذا ما يهمك انا قلت الشيف ما يتاثر باي شيء انت اسكت بس اسكت او الشكل اهم شيء الشكل يلا شكلك الشيف مو بالمطبخ يا بتيته شويه وجزر لا مو بالبتيته اسكت شوي باو علي خوفني البتيته البتيته قويه بكل مهنيه وحياديه كشيف اليوم كشيف انا راح اندار منه اني نعرف الاجابه ايش هالثقه ايش هالثقه هذا الطبق مش وعد التعليمات مال انه يصبوه بنفس الطبق هذا لا ما سمعنا ما سمعوا كلام لا لا يعني ما سمعنا لا ما صح. سمعنا التوجيه مو ما سمعوا يعني هو كلام توجيه كلام لا يعني مو عناد هو مو عناد لا 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 المهم هاي اسم لغيه المهم بس كطعم اطيب فهو الطبق الازرق يعني يا فريق هو الفايز الازرق محمد عيال مو قلت لك كلهم يطبخون اول مره يفوزون واجد شكرا شكرا لكم اقيم ريهام كمساعد طباخ من 10 10 من 10 لان هي كمساعد طباخ مضبوطه اعطتني الوصفه صحيح النتيجه يعني متوقعه لان هو صدق اكلنا اطيب من اكل خليل يعني اعتذر خليل بس اكلنا طيب النتيجه اللي انطاها الشيف حقيقيه كانت يعني ما عندي اعتراض طبخه محمد كانت اطيب النتيجه اللي انتهى الشيف حقيقه صحيحه لانه احنا اصلا اوريدي انطينا نفس النتيجه طبخه محمد كانت اطيب ملحها مزبوط التمن مستوي اكثر البطاطا شويه ما مستويه بس يعني حقيقه كانت اطيب انتهت حلقتنا لهذا اليوم ونلتقيكم بحلقه جديده من برنامج نجوم على نار شباب كنا نسوي بايد جيمي حبايب باي باي نمبر 1 نمبر 1